المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج، قناة ياس الفضائية وقناة الكاس ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير 2024، مهرجان المرموم في إمارة دبي في دانة الدنيا دبي. تابعنا وياكم الشوط المفتوح، ذهب مع الهبيبة، هب لي نس ناس ياب لي ريحة ناس عندي غاليين. والهبيبة هذه زميلتنا من يوم هي لجية وهي ويا الكاسات ويا الرموز، والسنة في سن الثنايا سن الكبار تحصد الهاتريك في هذا الموسم، وتهديه إلى هالي مغافة وإلى معالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي. سلام يا أبو محمد، سلام يا أبو سعيد، سلام يا سعيد يا بن عامر يا النيادي، سلام يا مغافة، سلالة جبار ولد الهبيبة تفرض نفسه وتسجل حروفا من ذهب في عالم سباقات الهجن. مشكور مشكور يا معالي حميد بن سعيد النيادي. ولا ننسى المضمر عبيد بن غدير الوهيبي راعي البويضة. ينطلق شوط الرمز، شوط الجعادين، الثنايا الجعادين المفتوح، شوط البندقية. بالإضافة إلى البندقية هناك مليون درهم ينتظر أحد الفائزين في هذا الشوط. نتابع مقدمة هذا الشوط، حامي على المركز الأول في هذه اللحظات الحمد بن سالم بن حمد بندري الفلاحي، والشوط حامي والرموز حامية في هذا المساء مع سن الثنايا سن الكبار سن التحدي. مسافة 8 كيلومتر وصلنا إلى برزان، برزان بشعار الشيخ الصغير حمدان بن سعيد بن يابر على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، واللي على المركز الثالث في هذه اللحظات مفوض العلي بن جميل الوهيبي علي، وقادم مع مفوض أيضا له إنجازات له مشاركات قوية في هذا الموسم. ننتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع ناصي لعبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري ناخذ المركز الخامس. المركز الخامس وغدوم غدوم من شعار بن محيروم من المركز الخامس إلى الرابع إلى وين؟ إلى الثالث في هذه اللحظات. مصيحان قادم بقوة، مصيحان للسيد عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي على المركز الرابع، لكن من الجانب الثاني يا سلام يا سلام برزان برزان ولا نشوف اللي على المركز الثالث يا ابو محمد. المركز الثالث شاهين على المركز الثالث، سالم بن سعيد بن خادم الزرعي وصل وخطف المركز الثالث. هذه النتيجة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى حامي الحمى على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا ابو حمد، يا سلام يا سالم يا بن حمد يا بن دري الفلاحي حامي المركز الاول، حامي الحمى حامي المركز الاول. الحمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي برزان على المركز الثاني، يبارز برزان مقدمة هذا الشوط مع ابن زعبيل الشقي حمدان بن سعيد، وقادم ايضا مع انجازات شوده في سن الاذاع، وانجاز الشهامه في سن الاذاع مع الكاس في هذا المهرجان. ننتقل الى المركز الثالث، شاهين على المركز الثالث للسيد سالم بن سعيد بن خادم الزرع المركز الرابع. نشوف مصيحان على المركز الرابع، لكن ينخطف في هذه اللحظات المركز الرابع. المركز الرابع من قبل ناصي، ناصي للسيد عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري المركز الخامس. مصيحان للسيد عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. حامي على المقدمة والشوط حامي والرموز حامية. يا سلام يا سلام يا حامي، عصاته في الابطال ركضت الغاي. يا سلام يبى البندقية، يبى الفوز، يبى يسلم، يبى يسلم الى هالي العين، الى هالي زاخر، الى هالي روضة الشرقية. على العموم
اذا تم على هذا الموال جايب الرمز يا بندري، مضونه الرمز اذا تم على هذا الموال وعلى هذا الاداء المتميز. ها هو حامي حمد بن سالم بن حمد بندري الفلاحي. ننتقل الى المركز الثاني، برزان حمدان بن سعيد بن يابر على المركز الثاني. المركز الثالث ناصي للسيد عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري، قادم من دولة قطر من ميدان الشحانية للمشاركة هنا بقيادة أحد الشباب بن جبر، قادم بقوة، عينه على البندقية، عينه على السلامات إلى أهالي الدوحة. نشوفه ناخذ المركز الرابع، المركز الرابع مصيحان عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي. المركز الخامس نشوف نفوض للسيد علي بن جميل الوهيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى الصراع. ناصي بدأ ينصو، بدأ يغير، بدأ يندفع. يا سلام ناصي على مقدمة هذا الشوط، نص البندقة. يا سلام للسيد عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري. بن جبر ناوي على البندقية، ناوي على الفوز، ناوي على المجاكرة على أرضية هذا الميدان مع ناصي حامي على المركز الثاني، حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث برزان على المركز الثالث، حمدان بن سعيد بن يابر. المركز الرابع مصيحان على المركز الرابع، عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي. المركز الخامس مفوض العلي بن جميل الوهيبي. هذه النتيجة يا أبو سالم. شوف الثنايا الجعادين شي يسوون على أرضية هذا الميدان. يا سلام، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، بدون أي أوامر تذكر من الإخوان المضمرين أو الملاك، ما صدروا أي أوامر، ركضت الغاي أو عرضت الغاي. ها هو ناصر عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري على المقدمة. يا سلام، يبى يهاجر من الإمارات إلى الدوحة إذا على ظهر ناصي بالبندقية. يبى يفطر مع أهالي الشحانية إذا تم على هذا الموال على الخطوط الجوية القطرية. لكن الجماعة قادمين، دير بالك، لا طالع وراء، خل عينك قدام. لا، إذا طالع وراء بيشوف الجماعة قادمين، بيتوتر. خلك بس مركز قدام، هو مريح. ها هو حامي على المركز الثاني، حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. برزان على المركز الثاني، حمدان بن سعيد بن يابر. وصل مانع بن علي بن حماد. علو قادم، ما يصير يظهر بدون رمز من هذا المهرجان. قادم مع المعترض على المركز الثالث في هذه اللحظات، المانع بن علي بن حماد الشامسي بقيادة علي بن سعيد الزرعي على المركز الثالث. المركز الرابع برزان حمدان بن سعيد بن يابر. المركز الخامس مبشر، بشروني عنك، ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني. مبشر للسيد عزام بن ناصر الشريف ضيف من المملكة العربية السعودية، واعتقد انه ماخذ الرمز في الجنادرية. يا سلام، رمزين في رصيده. مرحبا بأهالي المملكة، مرحبا براعي مبشر. نرجع إلى ناصي على مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري مع ناصي. لكن حامي المعركة يا بندري، حامية الوطيس على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، حامي على مقدمة هذا الشوط، حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. يا سلام، المعترض مانع بن علي بن حماد الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث ناصي للسيد عبد الله بن يبر بن عبد الله الهاجري. مبشر قادم بقوة، عزام بن ناصر الشريف. يا الشريف
الشريف قادم عن بشر بالنصرة قادم على المركز الخامس في هذه اللحظات. نرجع إلى حامي، حامي وهو حامي منذ البداية، منذ البداية. يا سلام حامي الحمى، حامي الحمى يا أبو محمد على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، وين وصلنا؟ كم باقي؟ كم باقي؟ يا سلام 800 متر الأخيرة، 800 متر الأخيرة. يروح يا بندري، أشوف النصرة والشريف قادمين. يا سلام برق، برق لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. حامي وبرق، حامي وبرق، بندري بن نصرة، المعركة طاحنة، البندقية، الشريف على المركز الثالث. لكن نشوف مضبوط، مضبوط قادم ما يبنوا الأطاري على المركز الخامس، على المركز الرابع. برق، برق، برق لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. سلام يا ابو محمد، سلام يا بن نصرة. الشقي قادم، الشقي قادم. وين يا الشقي؟ اخرت مضبوط. طارت الطيور، طارت مع برق الى العين، الى اهالي الروضة الشرقية. سلام يا بن نصرة، سلام سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري على هذا الاداء. مضبوط على المركز الثاني. برق، البندقية، الى اهالي العين، عيناوية، البندقية، مساء الخير يا اهل الروضة. تهانينا لصالح بن محمد بن نصر العامري على فوز برق بالمركز الاول. المركز الثاني مضبوط، حمدان بن سعيد بن يابر المركز الثالث، حامي حمد بن سالم بن دري الفلاحي المركز الرابع، مبشر عزام بن ناصر الشريف، وفي المركز الخامس المعترض المانع بن علي بن حماد الشامسي. هذه النتيجة. مشكور يا ابو محمد على المساعدة وتوصيلك الى سامي. معركة طاحنة يا ابو محمد، معركة. ناخذ التوقيت الزمني، ساعة وصول برق الى خط النهاية، قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وغدرة. نشوف التوقيت. برق خاطف المركز الاول، خاطف البندقية في زمن وغدرة 12 دقيقة 7 ثواني ستة اجزاء من الثانية. تهانينا لصالح بن محمد بن نصرة العامري، رجل المفاجآت، يحكم القبضة على بندقية ثنايا الجهادين بقيادة مبارك بن محمد بن نصرة. سلام يا اهل العين، سلام. مضبوط، كان مضبوط واداه مضبوط، بس التأخير ما ادري على ويش، التأخير ما مضبوط. قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وغدرة 12 دقيقة 10 ثواني 7 اجزاء من الثانية. تهانينا للشقي حمدان بن سعيد بن يابر، تهانينا على هذا الأداء المتميز، والذي وصل في المركز الثالث حامي ولا قصر من بداية الشوط، وهو حامي حتى خط النهاية، وحصل على المركز الثالث في زمن وغدرة 12 دقيقة 12 ثانية 6 اجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز. كأس المحليات ينطلق. زميلي نايف بن سعود، الكلمة لك يا ابو سعود.